وللمزيد عن إنجازات جيشنا الباسل في حمص والقصير معنا عبر الهاتف مراسل الأخبار الميداني معين ضرغام. مساء الخير معين، وما هو الجديد لديك؟ مساء الخير لك لما ولكل مشاهدي الفضائية السورية، تحية لكم من القصير حيث يواصل بواسل الجيش العربي السوري ملاحقتهم للعصابات الإرهابية في مدينة القصير، موقعا العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب، حيث دمر اليوم عددا من السيارات المحملة بالذخيرة والمسلحين، كما دك أوكارهم في السوق الغربي وقرب المدرسة الصناعية في الحارة الشمالية. وفي الجهة الغربية من المدينة تم إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين المرتزقة، بينهم إرهابي من الجنسية السعودية. وبالتوازي مع هذه العملية ينفذ جيشنا البطل عملية تهدف لإحكام الطوق من محور الشمال الدمينة الغربية لمنع أي إرهابي من الهروب من مدينة القصير. وهذه العملية تدور الآن في قريتي الضبعة والحمدية بريف المدينة، حيث دمرت بواسل الجيش عددا من أوكار وتجمعات الإرهابيين بما فيها من أسلحة وذخيرة. كما داهمت قواتنا المسلحة وكرا لمجموعة إرهابية بين بلدتي الحرج والحسينية شرق القصير، وألقت القبض على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة. وأبرز ما حدث اليوم بأنهم يطلبون المؤازرة الدائمة من داعميهم، وإن حدثت هناك أي محاولة لدعمهم فجيشنا الباسل لهم بالمرصاد، حيث قضى فجر اليوم على مجموعة إرهابية كانت تحاول التسلل من الأراضي اللبنانية إلى مدينة القصير عبر موقعي التنمية الزراعية وتل الحنش، وأوقعت العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب. كما أننا ننفي ما جاءت به قنوات التضليل الكاذبة حول دخول إرهابيين إلى بلدة جوسي بعد أن قام الجيش العربي السوري بتطهيرها، وهذا الكلام عار على الصحة ولا يأتي إلا في سياق رفع معنويات الإرهابيين المرتزقة. وغدا إن شاء الله ستشاهدون تقريرا ميدانيا من هذه المواقع، وليرى الأعلام الكاذب المغرد كيف هامات بواسل الجيش العربي السوري شامخة في هذه المواقع للدفاع عن أرض سوريا. إليك لما. نعم معين درغام، كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك.